لا يهنيني إذا بهنيكي بهالقعدة يا سعاد خان. شو هالصوت هذا؟ شو فيه؟ هاي عروستك يا بعدي اللي مثل البق، لا بتنام ولا بتخلي حدا ينام. ابن عمي شو كانت؟ يبعث لك داء السل ان شاء الله. وين رايح ابن عمي؟ وين طالع؟ انا عم بيجي اشوف هلا. لك فوت لجوا انا بشوفها. يبعث لك قتلك وطالعه بالقرعه كمان؟ روحي دير وشك ابن عمي دير. داير وشي. روحي حتى على راسك وليه؟ خليها تحط على راسك الله يرضى عليكي، حط على راسك الله يخليكي. حاضر ابن عمي. يو يبعث لك قتلك على نفسه. طبقة الصرامي اللي عند الجيران يا بعدي. استغفر الله العظيم على هالمساء. شو بدك بالليل؟ يو اطلع فيني لقلك شو بدي. مثل ما بيقولوا العين مغرفة الكلام. خير ان شاء الله. شو وجعك؟ يو طالما بتعرفني موجوعة ليش عم تسأل ابن عمي؟ شي روحي ابي، روحي عند امك. حاضر يا ابي. بدك يعني نام عندك كمان؟ روحي بلاي. تعي يا مو دلال، تعي لها. معلش نقعد شوي ونحكي؟ بدون ما نقعد اختي. شو مفيك بالليل؟ شو بدك من الاخير؟ نتغير عليه الحق والآن وما عم بقدرنا. شو انا تجوزت لحتى حاكي حالي لحالي ولا بدي حدا ونيسي حاكيني؟ يبليكي بقتلك شو قارحة. ما رح رد عليكي والشرع قال على ان تعدلوا، صح شوكة؟ لك شو عم تحكي انتي؟ ولك مفيق البيت بمقفله مشان ترعي هاللعب فاضي هاد. طيب شو ساوي؟ الأوضة ضيع علي انا ودلال، بدي اتنفسي ولك انا عروس. اشهد ان لا اله الا الله. لك شو اعمل يعني؟ افرش لك هون ارض الجار حتى تنامي تحت عرش الله وترتاحي. شو اعمل؟ افرش لك هون، نامي هون وتنفسي براحتك، منيح هيك؟ لا يو، انت عم العالم؟ مو حلو تنوم. لا تخنتيها، قولي علامتك يا فوزية. يو، لك مانك سمعاني؟ أنا شو دخلني؟ شو كتب لي بده هون؟ شو كتب غلب زلعيمك نخلي قليلة الحياة؟ أنا ما فيني حياة، ولك أنا ما فيني حياة، ولك أنا عندي حياة بيتوزع على الحارة كلها، لك الحارة بتحلف بحياتي. اللي تم ياكل مالي تم يحكي. والله ماني شايفه فيكي حيا يا قليله الحيا. معناتها العتب على النظر. دخلين انت على شو شايفه حالك؟ بشو مفكر حالك احسن مني؟ كل شويه تحنى دراب السخن من عند العطار بحطها على راسي بصير شعري احمر، لا وبطلع احلى منك كمان لاني بيضة. لك زودتيها هيك ها؟ ابو سمعانا كيف عم تحاكيني ابن عمي؟ لك سمعتها وسمعتك وخلص. لك لسه عم تاخد وتعطي معه؟ فوت انضب بالاوضه احسن ما تطلع جنونه براسي. ها يا امي اهدي مشان الله، بوس ايدك اهدي. لك لا ما بدي اهدى ولا شيء. قولي على قامتك، فوتي انضبي باوضتك وضبي احسن بقى. والله اذا ما بتفوتي على اوضتك هالليله ما بتمضى على خير. ليش انت تركتي فيها ليلى يا بعدي؟ خلص خلص سعاد، فوتي انضبي باوضتك. لك انا عم بتفاهم معها خلص. مناظر جيبوا لي المخبر كمان، انا كنت مسدده ببيتها ومبدل. انا لو ما كنت منتصل ما كنت سكت لك يا سعاد خانم. لك ان شاء الله بعد ما يا حق ويعني ان شاء الله. لك يبعث لك قتلك، لك رح تجيبي لي السكته الهي تروحي دعس. سامع شوكات؟ خلص بقولي خلصنا. لك خلصنا، حتجيبي لي جلطه خلصنا. بعد الشر فوتي فوتي الضبي بوطيك. فوتي جرصينا وجرصي حالك. فوتي امي فوتي، ما بدي فوت لشوفها واخرتها معهم. سؤال فوتي طبيب الاوضه، ترى انا وصلي معي منك لونها. مني؟ اضربني كمان، هذا اللي ناقص تضربني. خلص يا امي مشان الله. لو سعاد مشان اللي بتعبديه افهمي بقى. لك افهمي، طالع انا من البيت علي الطلاق ما برجعها. ما بدي ولا مشكله، هاتي لي بوس ايدك، ما بدي ولا مشكله بقى. لك بكفي، تفضلي يسلموا ايديكي.
والله ما اقولك ابن عمي. ودي يا ابن ودي. ودي وراها. تعي يا عمي. يبعت لي حما عليك يا ابو عصام على هالليله. ابو عصام صباح الخير. لك انت شو مفيق بكير لك ابي؟ شو ما بدك تكسر السفره يا ابي؟ شو حق قدامك؟ لك ابي شو عندي انت شو؟ عود ابو عصام عود عود يا ابي. ايدك يلا. لك ابي انا والله مو ناقصني شو في عندها لبكره. قال لي عليك فوزيه اللي عملت السفره ما؟ اي والله. بعرف حتقول لحالك هيك، منيح اللي امي لساتها نايمه. رؤوف انت عالبيت لك دلها؟ لكن يا ابي عم بحرس امي لانه امي صار لازم احرسها تحريف. انت ما نمت يعني؟ شخيره واصل لحالها بس فوزيه، شلون بدي نام؟ لك فوزيه دلال شو بدك انت هلا؟ شو في براسك؟ لا ولا شيء ولا شيء، بس بدي توافق لي على الجمعية. جمعية؟ جمعية شو؟ جمعية تبع الست خالدية والست جولي. انت بتحبون هدول الجماعة ما بتحبون؟ لك ابي ما هلا شيء بس يعني يا ابي هدول الجماعة بيحموني وبيعلموني وبيقووني، مو انت هيك بدك؟ يا حبيبي على القصة عندي على بكرة الصبح لبدلها. فكر لي بين ما اجيب لك الشاي، وبدي اجي اسمع انك موافق ورضيان وكل شيء. شيء حضر ضمور. لك ان شاء الله بيقبرني هالوش احلى ابو عصام بالدنيا، وشكرا سلفا لانك حتوافق. بعرفه رح اجيب لك الشاي. يعني سمعوا يا جميع انا صهركم سمعوا. نحن ما عنا سهره، روح افرقنا بريحه طيبه، واذا بدك روح واجه رجال. باي رجال هدول؟ ابو عصام ومعتز وهذا عصام؟ اصلا كلهم مالي شايفهم. خذي لي طريق لشوف دي شوف حرمتي. جوزة انا ولا والله لا خلي هدول الرجال اللي مو عاجبينك اليوم يقبروك يا نس. يا ريتهم هون لك تفرجيتك على حال انه ما عندك رجال من اساسه. يخرب بيتك شو بدك؟ بدك ياني ولا لا؟ لك ولي على قامتك شو ما فيك ناموس؟ عامل حالك رجال متمسكين متغطي بتوب الدين وجاي لعندي؟ لك الدين بريء منك ومن امثالك. اي والله لك يا عين الشوم عليك. فوتي يا مو فوتي ما له محكمة معك. انقلع من هون احسن ما ورجيك. ها لك يا عيب الشوم عليك، انت رجال انت؟ لك تفوق على الرجال اذا هيك، يخرب بيتك الله لا يوفقك. ولك استحي على حالك استحي. اذا ما بتروح هلا يا سمعو بدي اطلع اعمل لك ذبيحة بكل الحارة لانه انا ما عندي مرانة معي. فوتي بقى فوتي خلصيني فضحتونا بالحارة. الله لا يوفقك يا سمعو. دلال ليش هيك عملتي؟ يا مو ما حدا بيفهمه غيري. سمعوا واحد تنح وراسه يابس مثل الحجر. سمعوا ما رح يطلقني، ما رح يطلقني إلا إذا تكسر راسه. ليش ما عم تفهموا علي؟ يا مو هذا الزلمة ما بيجي بالكلمة، ما بيجي بالحكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بدي أحكي معه. يبعت لك حمى شفطي بهالشاي كمان ولي على عيونك شو شاشوحه. شو يا خانم؟ حبيتها هي خانم بس ما حبيتها هي تشفطي وما بعرف شو بالشاي. لك عيب عليك يا بورا، عيب. انا خالتك مرت ابوكي يعني بمقام امك، صحيح انت اكبر مني بس يلا ما عليك. على عيونك خلوه ضايع شو لحالي. هلا اجت بوران المربايه العاقله جايه تبارك لي، بس ما كان العشم يا بوران ما كان العشم. ايه لك يا حبيبتي بقص لسانك اذا لسه بتحكي معي هيك. شوفي وليه طلقتي جوزك وجاية تعدي عنا هون بالبيت؟ ناقصنا شلاشيح والله. لا وقبي من طيبة قلبه، حط العصمة بايدك عشان ترجع لجوزك، مو مشان تبلطي هون ولي على عيونك ناس لاكل اكلوا مرة ولا تصنع لك عم تاكلي على كل درسلون اشي لحمة وشي فوق. انت شبي شاي كمان ما بقى غير تشربي قهوة ولا قلابيتك. الله يرحم ايامها. الله
خلص بوران شبكي عيب خلص بعدي انت هيك شوفي ولي بدك تطلقي ابي وترجعي لعند جوزك التشتوش اليوم فهمتي؟ اسمعي بوران ما رح طلقه وبس يجي رح احكي له شو عملتي وراح اقول له هي بنتك مرت سعيد لحماماتي يلي لما بده يصير ويتصور صار فوال عملت هيك وهيك فيني بحكي هيك بدك تطلقيني فضايح شو؟ شو عاملين؟ الخانو ايه ما بعرف ما بعرف يا ابن عمي انا كنت قاعدة بعالي ليك هالصفرة كنت عم بكسرها ما خلوني كمل اكلي وبلشت اي بنتك مرت الفوال تبلدني وصارت تضربني وتعيط علي ما بعرف من وين اللي جبت خلاص الله يرضى عليكي خلاص خلاص انتي بنت مساكتة فوت انضبي بوطك يلا حاضر شوكا يا حرام شو درويشة يا بي طولت لسانك كثير علي ها خلينا نجيب هالشيخ ونحل هالقصة امي مو ناقصها بقى ولك انت شو دخلك شو حشرك بالنص شو جابك من بيتك لك انت كل حين ومين للزورين اصلا هلا بدل ما تبهدل هديك البطيخة عم تبهدل بنتك سؤال هلا مو وقتها معلوم مو وقتها ما شاء الله حولك وحواليك قاعد ومتبرتع بهجوازة ابو عصام شوفي براسك لك صلي على النبي يا بي الله صلي على النبي اللهم صلي على النبي بوران بوشك على بيتك انت يلا يلا ضبي حالك وامشي يا عيب الشوم عليك مو هي اللي بتطلع هذا بيت ابوها ولك ساعات عم تكسري كلمتي ليش كلمتك ما بتمشي الا علينا فوتي هلا لجوا روحي فوتي مالي فايته وبناتي ما بيطلعوا من البيت الا رجلي قبل رجلهم ولك ساعات خلص بقى خلص بدك ترتاح؟ من الآخر شو بدك؟ بسيطة طلقني أنا أهون من غيري لك يستر على عرضك سعاد فوتي بلا جنان حاجة جنان طلقني وبروح هلأ بساعة الساعة أنا وبناتي وما بتعود بتشوف وشنا وانت سراح ومراح انت والست فوزية وخليها تحني حالة خدوها أبي خدوها من وشي روحي فوت على الأوضة لك خدوها امشي يا امشي امشي شو هالحكي اللي عم تحكي امشي يلا خذ طل القمر يا خيريه لسه حابسي لي حالك بالاوضه جوا لا اكل ولا اشرب والله من الله ما بيجوز هذا الحكي والله ما لي نفس لشيء خيريه ليه محسستيني اني انا عملت لك شيء لا ايو انت ما دخلك الله يسامحك يا ساره أنا مشكلتي مع معتز استهدي بالله استهدي بالله وروقي معتز غلط معتز رجعني لهون إجباري عنه وعمي أبو عصام هو السبب وكلنا منعرف هذا الشيء وأنا رجعت كمان لأنه أهل الحارة بلشوا يحكوا أنه أنت طفشتيني من البيت والله بيعلم قديش بحبك يا سارة وأنا وياكي رح نضل سوا بهذا البيت إن شاء الله رح نضل سوا بس كرمالي حطي لك لقمة بتمك ولا ما بصير تضلي هيك خلص بس جوع باكل لا تاكلي همي مثل ما بدك لك انت مجنونة انت صاير لعلك شي لك تطلقي لك مالك عرفاني ونصلي لك طلقة واحدة ما عاد فيني اتحمل يا اخي ما عاد فيني اتحمل فصوله لجوعك لك سؤال انا بعرف ابو عصام ليش هيك عمي بعرف أخي بعرف بعرف إنه عمل هالشي مشان أبو بدر إيه مشان أبو بدر بس هي مرته لأبو بدر ما بعرف حرمي شو بدي أحكي عليها فبرضاي عليكي كني وإهدي نحن ناطرين هذا أبو بطيخ ليرجع لك مو مبين أخي لتكون متفقة هي وياه مين قاله هذا يروح لعنده سعاد بلا حكي طالع نازي سيري ولح تخلص كيف رح تخلص أخي امتى بدها تخلص؟ لك ما عم ترضى تطلقه ما عم ترضى لك هذا كله مورعة مايلك هي تنحيت ايه انا كمان لحم ودم وبشر ما بخلص من مصايب ابو عصام
بخلص من قصة نادية تطلع لي قصة فوزية، وبعدين والله لو جبل يا أخي كان انهن. خلصنا أختي، خلصنا، عم قلي خلصنا. روقي واهدي لنشوف القصة شلون بدها تنحل، ولا عاد عيديها هي قصة طلاق، فهمتي؟ فهمت أخي فهمت. نعم يا أبي. أبي الله يرضى عليكي، سأليها للست أم بدر يعني عن عناوين حدا من قرايبيه ولا أم بدر وإما كان يكون أصلهم بعرف. عرفتي ليش يا أبي؟ هذا سنتي فوتي سأليها. حاضر يا أبي حاضر. خالتي بتضيع عطتك عمرها، وأنا طلعت عند منها مشان الجنازة والعزاء والأجر وهالقصص. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. العمل لك السيد بقية بحياتك. هو ما عاد في بقية بحياتي يا أبو عصام، ما عاد في بقية. أنت فهمان علي؟ فهمان سيدي، فهمان فهمان. تنهضى إن شاء الله لك أبو بدر، تنهضى وتنهضى. والله يا عمي أبو عصام مالك علي جميل، وأنا مش نازل خالتي وبنص العزاء قاعد عم أبكي، مالي عرفان على مين عم أبكي. عم أبكي على خالتي ولا عم أبكي على حالتي ولا عم أبكي على حالي ولا ولا على مرتك ولا على مرتك؟ قصدك مرتك؟ إيه إيه مرتك مرتك. فهمت عليك فهمت عليك. عمي أبو عصام إن شاء الله ما تواخذني، بس يعني أنا قلبي صار بين ركبي وعالي مشلوش. ممكن أسألك سؤال؟ أبدر بالآخر حط إيديك ورجلك مي باردة وارتاح، ريح نافوخك، الله يرضى عليك. كل شيء على ما هو، يعني كل شيء على حطة إيدك. أنت ليش هون؟ قصدي ليش بالليل؟ شي لك أبدر بيتي هذا؟ شي ما أعرف بيتك، بس يعني شو؟ شو شو؟ ليش ما طلقتك؟ لك يا أب بدر الله يرضى عليك، أنت غبت وغطيت، ما عاد بينت أراضيك وين. إذا طلقتني مخلوقة وين بدك يا تروحي حالها؟ على بيتنا. لك شلون تروح على بيتك هيك لحالها؟ بيم على راسها. طيب خليني حكي أنا، معلش عمي أبو عصام احكي مع مرتك. قصدك مرتك؟ إيه إيه مرتك مرتك. أشهد أن لا إله إلا الله. يا الله يا الله. شو بده ياخذها يا مو؟ إن شاء الله افتحي هالباب لنشوف شو عم يصير. فوتا يا والديتك. مين؟ شوكات؟ مين شوكات؟ أهلين، مين أنت؟ هالصوت مو غريب علي. أنا مروان، مروان بوابير يا بدر. شو بدك؟ ما عنا بوابير للتصليح. هلا هيك؟ أنا دايس بصوتك بترديني؟ والله حسب طلبك بنجاوبك. هلا هو مو طلب، هو سؤال بس. بعد أمرك عم عصام، بعد شوي. حاضر قربي على الباب، شنو ما بدي علي صوتي. ما بيجوز، انت بعد بعد، لانه انا لا بجس لك ولا بتجس لي. بعد. هاي بعدت. شو سؤالك؟ لك ليش هلا وطلعتي؟ لمي؟ لجوزك، يعني قصدي عمي ابو عصام، عمي شوكات. ايوه، ومين قال لك رح طلقه؟ هاتي شوف شو بدي اطلع وشوف شو عم يصير. على هذا البيت بالمعروف، يلا اطلع من غير مطرود. يلا يلا لك ما بدك. شو هاد؟ شو صاير؟ بوس ايدك عمي ابو عصام. شو صاير؟ صلي على النبي يا زلمه. اللهم صل عليك يا سيدي يا امير يا محمد. ما بدك ما بدك بعدها. صاير شي؟ صاير شي؟ طبعا بدر الله يرضى عليك. خلص وكل الله شباك. عود من تمسك انت؟
عمرك. اختي شو هذا الحكي اللي سمعته؟ مثل ما سمعت والله. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. لك يا اختي هذا الحكي ما بيجوز من الله، ما بيجوز. انت بتعرفي وانا بعرف وام بدر بيعرف، انا ما فت بهالقصة الا حتى على مشكلته ومشكلتك سوا، مو نجيب مشاكل جديدة. الله يرضى عليكي يا لطيف. كش برا وبعيد، ليش المشاكل ابو عصام؟ ليش المشاكل ابن عمي؟ شو سامع مرتك؟ سامع مرتك؟ ايوه مرته مو مرتك. شفت قالت مرتك. لا ترد على مرتك. والله اخترت والله حيرني. رد على مرتك ولا ما رد على مرتك؟ سمعنا بقى امرك عم بسمع. لك اختي مشان الله انت ليش ما بدك تطليني؟ حتى يتربى جوزي. شفت شفت ناقصك انت كمان، بدك تربيك لك كمان. ولك جوزي مو ناقصة ترباية حبيبي، مربى خالص. انو جوز سيدي وسيد الحارة كلياتها. انت سيد الحارة ابو بدر ولا الملطشة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص ابو بدر خلاص الله يرضى عليك. هلا انت روح اتكل على الله ولا تاكل هم. خلص انا بكره، انت على بكره بحكي معه. صباح رباح، النهار العيون، انا بحكي معه وتفاهم مع مرتك. خلص مع مين؟ خلص حاحكي مع مرتك. اكيد بدك تحكي مع مرتك. لا لا اله الا الله. خلص قدامي روح لا روح. يخرب بيتها شو قادرة وقارحة. طولي بالك يا مو، مشان الله يعني ابي اكيد عارفان شو عم يعمل. بس والله غريبة يا مو، يعني واحد جاي ياخد مرته من جوزها، شلون هي؟ لك شو صار لك دلال؟ انت الثانية انجذبتي؟ هي اجا ابوك. ليش ما نتعاون حفت معه؟ خلصنا سعاد الله يرضى عليك. والله ما يناسك، هلا المهم راح الزلمة. خلصنا. ايه وبعدين وحلتها؟ لك ما سمعتي؟ يا بي كلياتنا سمعنا، يعني واضحة ما بدها صوتها وصل لآخر الحارة وفوق هاد قلعته. ما قلعته أبي، ما قلعته. لكن شو بدك يانا نكذب أدنينا؟ لا إله إلا الله ماني ناصر سعاد. عم قلت ما قلعته، ما قلعته يعني ما قلعته. شايف لك أبي هي فهمانته وبتعرف دواه، يعني عم تربيه. ليش من صغره؟ الله لا يكبره إن شاء الله. لسه بده ترباية؟ لك من صغر عقله. لكن حدا بيعمل عملته. والله في غيره عملها. أبي طلعي حطينا عشان دي روحي. ايه يا مو طلعي طلعي تقبريني وشوفينا العروس بركي جوعانه.